إن شاء الله راح نتكلم عن بعض المصادر الحديثة عن المراهق وحياته بشكل عام. طبعا عندما يحجم الأهل عن توضيح كل تساؤلات الأولاد وأحجام المدرسة والنظام الدراسي عن التوضيح بعض المعلومات المهمة للطفل المراهق في فترة المراهقة، هنا ممكن نترك لوسائل الإعلام الدور الأساسي لتزويد المراهق بالمعلومات التي يحتاج لمعرفتها. أيضا ممكن يصل إلى بعض المقاطع المشوهة عبر اليوتيوب أو أي موقع معين يتكلم عن أشياء مشبوهة، مثلا إذا كان يعني يحتاج إلى معلومة محرج منها. أيضا من الواجب تثقيف الأطفال عبر الفيديوهات كليب والأفلام المفيدة للطفل، وأيضا والحرص على الانتباه من الأفلام المهربة والمجلات المشبوهة والإنترنت والسينما يعني الهابطة مثلا، أو أشياء غريبة تعلم الطفل أشياء المفروض ما يتعلمها. أيضا من الضروري وضع معايير مخصصة لهذا الموضوع، وأيضا مرتبطة بالتكامل الكلي في العملية العمرية الحياتية بالتطبيق العملي في الحياة، أنا أقصد بشكل عام. وأيضا من الخطورة ترك الطفل وتجاهل أهمية الدراسة والثقافة والقيم والأخلاق والجوهر الداخلي للإنسان. أيضا مع الإقلال من دون أن ندمر نفسية الطفل، ممكن أن نعطيه مثلا الكتب والمصاحف والمجلات الأدبية والعلمية المفيدة التثقيفية في هذا العمر المفيدة، التي ممكن تكسر حاجز الإحراج والخوف في هذا الموضوع. وطبعا موضوع المراهقة يعني كبير جدا، إن شاء الله يعني نتطرق فيه بشكل كامل. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نعرض عليكم بعض الدروس في الفترة القادمة.